فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة طهرت من حيضها وهي في الطائرة مسافرة وتريد الصلاة، فهل تكتفي بالوضوء؟ لا، تصبر لما تنزل من الطائرة تغتسل وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحاضة وإن كان تخشى خروج الوقت، تخشى خروج الوقت قبل نزول الطائرة والرحلة طويلة، فإنها تتيمم بما عندها من الغبار وتصلي، إذا كان فيه غبار تتيمم به، وإن لم يكن عندها غبار والرحلة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها ولو لم تتطهر، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.